ضد الفريق بتاعه. بالطبيعة احنا كيما اي مباراة تنحضر ندرسوا معنا كما يجب معنا المنافس بتاعنا. اذا كان اللي هو مردود معنا محترم مقبول نتيجة صراحة باش باهية، نفضل يرجع فيها اول حاجة لله واللاعبين على المجهود اللي قاموا بهم. شوفنا عملوا بكوت فور جراو برشا في التيران باش نجمو نطبقوا معنا الافكار بتاعنا اللي خدمناها وقود الى السماء. شوية دي ديتاي لازم نردوا بالنا منهم. المهم دي اكسبيريونس نتاع معنا كيلكو جوار، سينو كان كنا نجمو حتى نركيو اكثر من هدف وكنا نجمو معنا حطينا نجمو الاسامي اون ديفيكولتي. معنا اليوم كان عندنا لي كومبيتونس باش نعملو ماتش بين مينيموم ولا حتى نعملو. دونك مبروك كذا اللي فات النجم الاسامي. نحن عندنا ماتش مع نادي بنفرتي مهم جدا، ان شاء الله بحول الله نحضرو بالدار ونرجعو معنا نسحق الانتصارات. كوتش اليوم تقارب النقاط ما يخوفش الامل وقادر انه يواصل على بنفس الوجه؟ والله يا جماعه بصراحه المسؤول قاعد تعمل مجهود، عارفين الوضع غير معنا كي تجي تحلل انت كيفاش تبدا ستابل في وضعيه ما ستابل. انا نسق يعني كل من مباراه لمباراه تخسر في سوق ثلاثه دقائق. عملت مباراه وديه مع الاتحاد المسيري 10 دقائق لا خسرت سوق اللاعبين. ماتش مع التونسي نخسر بالديري ونخسر معنا الواد معنا المحترف اللي يلعب الدفاع. اليوم 15 دقيقة حسين الربيع تعرض لإصابة ومعنا جونجمون أوبليغاتوار. دونك خويا بصراحة نسق نسق صعيب برشا معناها خاصة علينا نحن ما عندناش لي مويان حتى هو نيفو دو ريكوبيراسيون حتى هو نيفو معناها تاع تطوير افكتيف اللي هو اللي يجيب الكورة معناها باش تضغط شوية على اللاعبين اللي موجودين. أما هذا ما يمنعش راهو مش مبررات باش معناها عندنا هدف وعندنا طموح وماشيين في ثنية بها إن شاء الله نكملوا نخدموا على رواحنا. فما عنديش فكرة معناها عايزين نحسنوها برشا وعلاش تلقاو معناها إن شاء الله معناها نعملها مع مشكوزة في مرحلة البلاي أوف.